القرقاع نديرو معاك حتى غادي نديرو القرقاع سير ودرنا معاه اللوز كراميلا باش نطحنوه مع الكفته ونشوفو معاك كراميلا نشوفو كي غايجي مخير لا غادي ندوزوه معاه سيدي يلاه دبر هاكا سيدي مرحبا والله يحفظك هو راه مهلي فينا اخوانا ها انت غتشوفي النتيجه ونقولوها لك يا مرحبا اللعيبه غادي نزديو دابا هذا مع الكفته ونشوفوا كي غادي يطلع علينا يلا خليكم معنا حتى نشوفوا النتيجه القرقعه تيبان فيها تما و تجي خدمه فوسه فوسه كي يديروا الكفته والله حفظك وبالنسبه للاخوان كما تشوفوا معنا هنايا صراحه درنا واحد الخطا في الاول يعني كان عندنا الكفته قبل ما نطيبوها كان عندنا نديروا معها الفرماج باش تجي بحال اللي قلتي يعني تجي ملابقه يعني هكايا جات شويه ناشفه وملي كيتحرق هذاك اللوز ولا الدركاع كما تيبان لكم كحل نورمالمون وكاين واحد السيد صديق ديالنا قال لكم درتي معاها البيض يعني البيض خلطوا معاها وهذه بحال قلتي لابقها في الطياب ديالها غادي يشدها كما تتشوف تشاهدوا في الفيديو يعني تحطها فوق شويه كتلصق بحال قلتي ما جاتش مجموعه ولكن بالنسبه للبنه جات زوينه بالنسبه للشكل وبالنسبه للطريقه ديال الطياب ضروري خاصها يدار معها شويه ديال الفرماج حنا الفرماج نسينا ما درناش معها هذا هو علاش ومع شليضه اللهم بارك وبالصحه والراحه الاخوان